ديسكفري بالنسبه لي كحاجه من عندنا كتغيير ليا في فصلي، ان بدات استخدم الاستراتيجيات الجديده الحديثه بالنسبه لي. ديسكفري اديوكيشن غيرت في تدريسي، ان انا بقيت احس ان انا بستمتع بالتعلم الطلبه، واحس ان هم كمان بيستمتعوا. انا طبعا بكون سعيد جدا بسعادة الطلبه في الحصه، لان طبعا لما الطلبه يكونوا مستمتعين يقدروا يفهموا، يقدروا يتجاوبوا مع المدرس. ابدا اغير من طريقه شرحي، لان طبعا بالنسبه لي خلاص بقى اصبح دلوقتي التقدم في المعلومات وتقدم المذهل في عصر المعلومات دلوقتي، انا ما بقتش قادر اشتغل بالطرق القديمه بتاعتنا.